الشرفاء. وهذا ليس صليبي وهذا ليس إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة بيروت. أهلا بكم إلى المسائية. نبدأ بالعناوين مع سلمان سري الدين. مساء الخير في العناوين. وأؤكد إن الداخلية عمرها ولا هتضرب طلقة على أي مصر. الداخلية المصرية تحمل الإخوان مسؤولية العنف، والقوات المسلحة تبدأ عملية عاصفة الصحراء في سيناء. تشيع الإبرامي في تونس فجر تظاهرات مناهضة للنهضة وللحركات الإسلامية. ما نتمناه أن يصار إلى تنبه إلى هذا الأمر. السنيورة للقرار الأوروبي مخاطر شديدة على لبنان، وأحمد الحريري يعتبر أن الحوار مع حزب الله بات متعذرا. في الوقت الفاصل عن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع بعد غد الاثنين، الجمود يخيم على الحركة الداخلية، خصوصا أن الاجتماع المرتقب سيبحث في مجمل القضايا العالقة أمنيا واقتصاديا. وفي المقدمة القرار الأوروبي إدراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب وقضية النزوح السوري. غير أن ترددات القرار الأوروبي بقيت حاضرة في جملة مواقف، فرئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة لفت إلى النتائج السلبية للقرار على جميع اللبنانيين لأي جهة انتموا، آملا أن يقوم حزب الله بمعالجة ذلك بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لعدد من الدول. وبعد غد الاثنين سيشهد القرار الفصل في موضوع تأجيل تسريح قائد الجيش ورئيس الأركان. إقليميا لينا ظل الوضع المصري في الواجهة مع تضارب المعلومات حول عدد قتلى اشتباك ميدان رابع العدوية في القاهرة. وسط هذه الأجواء يعقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعا مساء اليوم برئاسة الرئيس عدلي منصور لبحث الوضع الأمني في البلاد. أحداث دامية شهدها طريق النصر المؤدي إلى منطقة رابع العدوية في القاهرة، حيث يعتصم مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي منذ 29 يوما أسفرت عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى. وعلى الفور أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات بفتح تحقيق عاجل في أحداث العنف التي حدثت في منطقة رابع العدوية، في وقت أكدت جماعة الإخوان المسلمين في بيان مواصلة التظاهر اليوم وغدا، معتبرين أن الشارع المصري انحاز إلى صفهم. ولفت البيان إلى أن اليومين المقبلين سيكونان حاسمين في تاريخ مصر. بدورها حملت وزارة الداخلية المصرية حركة الإخوان المسلمين مسؤولية الاشتباكات الدامية، وأكدت تنسيقها مع الجيش لفض اعتصام الإخوان. وأكد وزير الداخلية محمد إبراهيم أنه سيتم إلقاء القبض على المطلوبين للأمن فور خروجه من ميدان رابع العدوية. وأؤكد أن الداخلية عمرها ولا هتضرب طلقة على أي مصر. وسط هذه الأجواء تضاربت الأنباء حول عدد القتلى في اشتباكات رابع العدوية، إذ قالت وزارة الصحة إن عدد القتلى الاشتباكات ارتفع إلى 46 قتيلا وأكثر من 700 جريح، إلا أن جماعة الإخوان المسلمين أعلنت مقتل 150 شخصا على الأقل وإصابة الآلاف، فيما قالت إنه هجوم تعرض له أنصارها. وفي المواقف الدولية دعت فرنسا كافة الأطراف وخصوصا الجيش إلى التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس في مصر. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو أن فرنسا تأسف للحصيلة المرتفعة جدا للصدامات في مصر. وعبرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاترين أشتون عن أسفها الشديد لسقوط قتلى خلال الاحتجاجات بمصر، وحثت جميع الأطراف على وقف العنف. من جانبها دانت بريطانيا استخدام القوة ضد المتظاهرين في مصر بحسب تصريحات لوزير خارجيتها ويليام هيك. إلى ذلك نشرت وكالة الأسوشيتد بريس تفاصيل التحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي، ورجحت أن يكون الإعلان عن بدء التحقيق معه بداية لخطوات قانونية أوسع ضده وضد جماعة الإخوان المسلمين. وكشفت مصادر عسكرية أن التحقيق تم على نطاق واسع، ومن بين الموضوعات التي تم التحقيق فيها
العفو عن عشرات من المتشددين المسجونين والذين أصبحوا خلايا جهادية في سيناء، إضافة إلى وقفه حملة الجيش لمتابعة المسلحين الذين قتلوا 16 جنديا في سيناء أيضا، إلى جانب علاقاته مع تركيا وقطر ومع حماس في غزة. ميدانيا، أعلن مصدر أمني رفيع المستوى أن تشكيلات من الجيش الثالث الميداني بالتنسيق مع الجيش الثاني بدأت عملية عاصفة الصحراء بسيناء لمواجهة الإرهاب والعنف ومحاصرة عناصره ومراكزه في الصحراء. وقال المصدر إن الموجة الأولى من العملية ستستمر لمدة 48 ساعة. وإلى تونس، حيث تحولت مراسم تشييع المعارض محمد البراهمي إلى تظاهرة ضد الحركات الإسلامية، لا سيما حركة النهضة الحاكمة التي تتهمها عائلة البراهمي باغتياله. وعمدت قوات الأمن إلى إطلاق قنابل الغاز أمام المجلس التأسيسي لتفريق الحشود، في وقت دعت مصادر قيادية في النهضة مناصريها إلى التجمع أمام التأسيسي لحماية رمز الشرعية. الآلاف من التونسيين شاركوا في تشييع جثمان المعارض اليساري محمد البراهمي الذي قتل أمام منزله ب14 رصاصة اخترقت جسده الخميس الماضي. قوات الأمن فرضت تدابير أمنية مشددة وأمنت موكب التشييع الذي جاب شوارع عدة في العاصمة، فيما حمل المشاركون الأعلام التونسية ولافتات تندد بمقتل البراهمي. وعلى خلفية مقتل المعارض اليساري انسحب 42 نائبا من المجلس الوطني التأسيسي في خطوة ترمي إلى حل المجلس وإسقاط الحكومة. وعلى الصعيد الأمني، انفجرت سيارة تابعة للحرس البحري في إحدى ضواحي العاصمة ما أدى لإصابة دركي بجروح طفيفة. وكان ناشط تونسي قتل فجر السبت أثناء مشاركته في احتجاجات عنيفة في مدينة قفصة خرجت قبل ساعات من الموعد المقرر لدفن البراهمي. أما قضائيا، فقد كشف وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أن قاتل الإبراهيمي هو جهادي يدعى أبو بكر الحكيم ويشتبه في ضلوعه أيضا في اغتيال المعارض شكري بلعيد. وفيما تتهم عائلة الإبراهيمي حركة النهضة باغتياله خصوصا أنه كان من أبرز المعارضين لها، نفت الحركة ذلك بشدة. فاصل نتوقف خلاله مع أذان المغرب. أهلا بكم. أسف رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة لقرار الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى ضرورة التنبه للأمر، آملا أن يقوم حزب الله بمعالجة ذلك من خلال الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لعدد من الدول. أعرب رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة عن قلقه وأسفه للأسباب التي أدت بالاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ قرار إدراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب، لافتا إلى أن لذلك نتائج سلبية على جميع اللبنانيين لأي جهة انتموا. أبدينا من جهة أسفنا وأيضا قلقنا، أسفنا للأسباب التي أدت بالاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ مثل هذا القرار، ولا سيما أننا يعني لدينا نحن كلبنان علاقات صداقة عميقة مع 28 دولة أوروبية، وبالتالي لا أحد منا كان يعني يتمنى أو أن يحصل مثل ما حصل، ولكن هذا الأمر الذي تجلى في هذا الانفلاش من قبل ما يسمى الجناح العسكري لحزب الله إلى خارج لبنان وتدخل في الشؤون الداخلية لعدد من الدول، ما نتمناه أن يصار إلى تنبه إلى هذا الأمر وبالتالي إلى الامتناع عن هذا التدخل غير المفيد بل المضر بمصلحة لبنان، ومن ثم أيضا أن يصار إلى هذا المعالجة من قبل حزب الله من جهة، وأيضا من الدول الأوروبية إذا كان هناك من عودة عن هذه الممارسة.
كلام السنيورة جاء خلال زيارته مستشفى حمود، حيث التقى رئيس مجلس إدارة المستشفى غسان حمود بحضور الطاقمين الطبي والإداري في زيارة تضامنية بعد سلسلة الشائعات التي صدرت بشأن مستشفى حمود. وقد دعا السنيورة المؤسسات الضامنة بأن تقوم بدفع ما يتوجب عليها، لأن تأخرها يؤدي إلى إرباك هذه المؤسسات الاستشفائية في أوضاعها المالية والنقدية. في المقابل، رفض رئيس كتلة حزب الله النائب محمد رعد تشكيل حكومة غير سياسية جامعة لا لبس حول تركيبتها، مجددا تأكيد الحزب على المشاركة ليس لرغبته بموقع وزاري، بل للاطمئنان إلى أن أحدا لا يستطيع أن يتآمر على الحزب، وفق تعبير رعد. نحن ننصح هؤلاء بأن لا ينتظروا، لأنهم سينتظرون طويلا وسيعطلون مصالح العباد والبلاد كثيرا. نتمنى أن يراجع الجميع حساباتهم وأن يعيد النظر في الضوابط التي وضعوها لتأليف الحكومة، لأن هذه الضوابط لا يمكن أن تخرج حكومة إلى حيز الوجود. من جانبه، اعتبر الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أن حزب الله أوصلنا إلى مكان بات فيه الحوار متعذرا. نواجه اليوم مشكلة كبيرة اسمها حزب الله، الذي لديه علم وخبر في وزارة الداخلية اللبنانية، ولكن سياسته وقراره خارج لبنان. الكلام لأمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري خلال رعايته حفل الإفطار السنوي لقطاع الشباب في تيار المستقبل لمنسقيات بيروت وجبل لبنان الجنوبي وصيدا والجنوب بحضور حشد من الشخصيات. الحريري لفت إلى أنهم حاولوا أن يضعوا صيدا في مواجهة الجيش فلم ينجحوا، مؤكدا أن من شارك في معارك صيدا ظهر جليا، ألا وهو حزب الله الذي شارك بشكل مباشر. وصلنا هذا الحزب لمكان أنه ما عادش نقدر نقعد فيه معه لهذا الحزب ونتحاور، عشان معلمه قاعد برات لبنان، معلمه عم يأمره بأنه يقتل أطفال سوريا، ومعلمه عم يأمره بأنه يقبض على لبنان ويعملوا دولة مثل الدولة اللي تابع لها. هذا شيء ما حنقبله نحن. آخر النهار هذا الحزب بقلب سوريا حيكلها على راسه بإذن الله. المشكلة مش بس هون مع هذا الحزب، المشكلة إنه هذا الحزب عم بيعمل لنا مشاكل مع كثير من الدول الصديقة، ومنها القرار الأخير اللي طلع اللي هو القرار وضعه على لائحة الإرهاب. علاقاتنا ودول الصديقة للبنان حتضل علاقاتنا فيهم قوية، إن كانت أوروبا والدول العربية حنضلنا بينين معهم أفضل العلاقات كتيار مستقبل وكدولة لبنانية بإذن الله. وفي الشأن السوري، وجه الحريري التحية إلى كل الثوار في سوريا، مشددا على أن الثورة السورية لن تعود إلى الوراء، وواهم كل من يحاول التهويل والقول بأن نظام الأسد انتصر أو أن الثورة انتهت. الثورة السورية ستنتصر والأسد سيذهب، قال الحريري. وكان الإفطار السهل بالنشيد الوطني اللبناني والوقوف دقيقة صمت عن روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء ثورة الأرز والثورة السورية، قبل أن يتحدث مجموعة من الشباب والشابات الناشطين في القطاع. كما تخلل الإفطار عرض بانورامي لأهم نشاطات قطاع الشباب. وسط هذه الأجواء، ذكرت مصادر أمنية أن اثنين على الأقل من عناصر حزب الله قد تم التعرف إليهما، من بين عدد من القتلى الذين سقطوا خلال الساعات القليلة الماضية في مواجهات مع الجيش السوري الحر داخل سوريا. والقتلان هما محمد الحاج حسن من البقاع، وقد وري الثرى في الأوزاعي عصر اليوم، وعباس حسين سلمان الملقب بأبو الفضل وهو منصور وقد شيع أيضا اليوم. من زحل، دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اللبنانيين للعودة إلى التحاور والابتعاد عن السياسات الخارجية. دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الجميع للعودة إلى طاولة الحوار بهدف المحافظة على الميثاق. وتساءل البطريرك لماذا نحن منجذبون إلى سياسة خارجية ونبتعد عن التحاور فيما بيننا لحل مشاكلنا، مطالبا بدولة مركزية قوية جذابة مع لا مركزية لوضع حد للتدخل بالتقنيات الإدارية. كلام البطريرك الراعي جاء خلال زيارته الرعوية إلى منطقة زحل واجتماعه مع نواب زحل والبقاع. ما بيجوز انه نحن نقول هيدي مخططات خارجيه
ونحن شو بنتفرج؟ نحن بقى نحط ايدنا بايدكم وننادي كلنا بالحوار بين اللبنانيين بالمصارحة نصارح بعضنا. ما حدا البشر ما بياكلوا بشر. منتصارح ومنتصالح ومنحط امور لبنان والدولة اللبنانية والوطن اللبناني فوق كل اعتبار. اذا نحن بدنا نطالب بتقوية الدولة مش بتقوية الطائفة المذهب الحزب. بيقووا عشرة ولائهم بكون للدولة. البطريرك الراعي نوه بالمبادرة التي أطلقها نواب زحل بالحوار مع الأفرقاء حول إبعاد المنطقة عن الصراعات. كان فيها جولة أفق بكل المواضيع المطروحة على الساحة اللبنانية بدءا من الحكومة اللبنانية وضرورة الإسراع بتأليفها، لأنه لا استقرار أمني ولا استقرار اقتصادي بالبلد والمعاناة صعبة، وهذا بيقتضي منا الإسراع في تشكيل حكومة وعدم ربط تشكيلها بأي حوار أو بأي استحقاق آخر. تمسنا حرص غرفة البطرك على مشروع الدولة وإقامة الدولة العادلة، الدولة الواحدة، الدولة التي تحفظ العيش المشترك وتحفظ مؤسسات الدولة. وكان البطريرك الراعي التقى أيضا الوزير نقولة فتوش والنائب السابق الياس سكاف، وزار مطرانية زحل المارونية في كسارة، وترأس في كاتدرائية مرمرون صلاة الشكر، كما شدد على أهمية الروابط الأخوية التي تجمع أبناء البقاع بجميع أطيافه وطوائفه. اعتبر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي العودة إلى الحوار لحل كل القضايا. كلام خليل جاء خلال الإفطار السنوي لعوائل شهداء حركة أمل في بلدة لخيام. المسألة من الدعوة للحوار ليست مسألة شكلية ترتبط بلحظة معينة أو ترتبط بحساب سياسي ضيق، بل لأننا نعرف ونعي أن المصلحة الوطنية العليا في هذه اللحظة تطلب أن نعود جميعا إلى منطق الحوار الوطني لنحل كل قضايانا ما يتصل بواقع عمل المؤسسات، المجلس النيابي، الحكومة، البحث استراتيجية دفاعية. وفي عين التين عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزير الدفاع الوطني فايز غصن للأوضاع والمستجدات الراهنة. الزيارة تأتي قبيل انعقاد مجلس الدفاع الأعلى الاثنين المقبل في بعبدة، حيث من المتوقع التوقيع على قرار تأجيل تسريح قائد الجيش من قبل وزير الدفاع. جدد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي انعقد برئاسة نائب رئيس المجلس عمر مسقاوي، جدد دعوة مفتي الجمهورية لتقدير الموقف الراهن الذي تمر به الساحة الإسلامية والوطنية حفاظا على وحدة المسلمين. عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسة استثنائية برئاسة نائب الرئيس عمر مسقاوي في الصنائع، أكد فيها المجتمعون استمرار مهام المفتين في كل من زحل وصيدا ورشية وحصبية مرجعيون وسور إلى حين إجراء انتخابات المفتين المحليين لملء المناصب الشاغرة. إن المجلس الشرعي يدعو سماحة مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني إلى تقدير الموقف الراهن الذي تمر به الساحة الإسلامية والوطنية، وإلى التجرد في أعماله وأقواله لله سبحانه وتعالى، وخاصة في بركات العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل، وأن يستعرض بروح الطاعة لله تعالى لما هو مطروح للحفاظ على وحدة المسلمين ودورهم الحضاري في لبنان، وأن يستمع لنداء أصحاب الرأي من أهل الحل والعقد لما فيه خير العام، المؤدي لصون دار الفتوى ومؤسساتها للحفاظ على العقيدة والوجود والدور الوطني والإسلامي. وقرر المجلس اعتبار سماحة الشيخ خالد علي الصلح المكلف بمهام الإفتاء من قبل مفتي الجمهورية في بعلبك الهرمل مستمرا في مهامه بعد صدور قرار شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار مفتي الجمهورية. بعد الفاصل، معارك دارية امتدت من دمشق إلى حمص وحلب. بعثة الأمم المتحدة تغادر سوريا بعد اتفاقها مع نظام الأسد حول التحقيق. المسائية مستمرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. قتلى وجرحى ومستشفيات ميدانية في مصر. الآلاف يشاركون في تشييع البراهمي في تونس. السنيورة للقرار الأوروبي مخاطر شديدة على لبنان.
سقط أكثر من 50 قتيلا بنيران كتائب الأسد في سوريا في وقت تقدمت الكتائب مدعومة بمسلحي حزب الله تمكنت من التقدم في بعض أجزاء حي الخالدية في حمص. إلى ذلك لينا، أحرز الثوار تقدما في حي العباسيين في دمشق بعد معارك شرسة، بينما كثفت قوات النظام من قصفها لأحياء دمشق ومن بينها مخيم اليرموك والقابون. للأسبوع الرابع على التوالي تتواصل الحملة الهمجية على حمص، وأكدت مصادر خطورة الوضع الميداني في حمص المحاصرة بعد استخدام النظام وميليشيات حزب الله قوة تدميرية هائلة استطاعوا بواسطتها السيطرة على 5 كتل سكنية، وأصبحوا على بعد كتلتين فقط من جامع خالد بن الوليد. وأكدت المصادر أنه إذا سيطر النظام على الخالدية فإنه سيفصلها وجورة الشياح والقرابيس عن حمص القديمة. الهيئة العامة للثورة أشارت إلى أن الجيش الحر تمكن من قتل 22 عنصرا من قوات الأسد، بينهم 7 من عناصر حزب الله، خلال المعارك الدائرة في أحياء مدينة حمص المحاصرة. وفي العاصمة أحياء القابون وجوبر وبرزة ومخيم اليرموك بقيت عرضة للقصف المدفعي والصاروخي، ولم يستثنى منها المساجد، وتجددت المواجهات وعمليات الكر والفر على المحاور، فيما دمر الثوار مبنى للشبيحة كانوا يتحصنون في داخله. المواجهات امتدت إلى الريف الدمشقي وتركزت على الجبهة الشرقية لمدينة دارية، وأفاد ناشطون عن سقوط 15 عنصرا من حزب الله في البحارية في وقت انهالت القذائف على دومة والمليحة والقلمون والغوطة وبيت سحم ومعظمية الشام وحرستة. الطيران الحربي أغار على الأحياء المحررة في حلب، واستهدف الثوار مقرات تابعة للشبيحة ومقاتلي حزب الله في النبل والزهراء، ودارت اشتباكات في حي الراشدين. وفي منهالت القذائف على مدينة سراقب في إدلب، واصل الجيش الحر استهدافه معسكر القرميد في الريف، ودك 4 حواجز بقذائف الهون في مدينة جسر الشغور. دير الزور لم تسلم من بطش الشبيحة، وأغار الطيران الحربي على بعض القرى، ودارت اشتباكات عنيفة على جبهتي الحويقة ومطار دير الزور العسكري. وفي درعا تعرضت أحياؤها إلى قصف همجي تركز على نوى والشيخ مسكين، بالإضافة إلى علمة وبصر الشام وتسيل وإنخل والنعيمة في قرى الريف، ودارت اشتباكات في محيط مستشفى درعا الوطني. أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربة أن السلاح في طريقه إلى الجيش الحر، وأن الوضع على الأرض سيتغير خلال الشهر، في وقت حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أكراد سوريا من إنشاء كيان كردي يتمتع بحكم ذاتي في سوريا. طالب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربة الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها والإسراع في تقديم الدعم العسكري لمقاتلي المعارضة والسعي جديا من أجل تسوية سياسية. الجربة أشار إلى أن اجتماعه إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي تركز على الدفع في اتجاه عقد مؤتمر جنيف 2، لافتا إلى أن السلاح في طريقه إلى الجيش الحر وأن الوضع على الأرض سيتغير خلال شهر. الولايات المتحدة إلى الآن يقولون أن أسلحة غير فتاكة، وأعتقد أنه الآن نحن بالنسبة للسلاح، سألت الشق الثاني أنه يذهب إلى أو يسرب إلى جهات أخرى في الجيش الحر، وقيادة أركان الجيش الحر كما تعلم أنه هناك فئات المنضوية تحت الألوية المنضوية تحت جناح الجيش الحر هي يعني غير متطرفة، فالسلاح الذي يأتي عن طريق الأركان يذهب إلى هذه الجهات، وهذه الجهات هي غير متطرفة. الجهات المتطرفة لا نعطيها أصلا، هم يعني لا يعترفون بالأركان. إلى ذلك أعلنت الأمم المتحدة أنها توصلت إلى اتفاق مع سوريا للتحقيق في المعلومات عن استخدام أسلحة كيميائية، من دون أن توضح ما إذا كان مفتشوها سيتمكنون من التحقيق ميدانيا. وقالت المنظمة الدولية في بيان مقتضب أن مبعوثين خاصين من الأمم المتحدة زارا دمشق الثلاثاء والأربعاء، وأجريا محادثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السوري. وأضاف البيان أن المحادثات كانت دقيقة ومثمرة، وأفضت إلى اتفاق حول طريقة مواصلة العمل من دون أن يضيف أي تفاصيل.
في المواقف أيضا من التطورات السورية، حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أكراد سوريا من مغبة اتخاذ خطوات خاطئة وخطيرة تصب في اتجاه إنشاء كيان كردي يتمتع بحكم ذاتي في سوريا، وتخشى أنقرة من أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستدعم الانفصاليين في داخلها. وأكد أردوغان أن السياسة الخارجية التركية بخصوص الأزمة السورية الراهنة واضحة منذ البداية للجميع ولم تشهد أي تغيير أو تلون، مبديا رغبته في وجود إدارة سورية تعبر عن الإرادة الشعبية بعد رحيل الإدارة الحالية التي فقدت شرعيتها وتلطخت يدها بدماء السوريين. في ليبيا هاجم محتجون مكاتب لجماعة الإخوان المسلمين بعد أن تحولت احتجاجات على عمليات اغتيال في بنغازي إلى أعمال عنف، وقد نزل المئات إلى الشوارع لإدانة اغتيال عبد السلام المسماري الناشط السياسي البارز الذي قتل أمس عند مغادرته بعد صلاة يوم الجمعة، كما قتل عقيد في الجيش جنوبي البلاد. وتتابعونا في النشرة بعد الفاصل. قيود وتوقيفات جديدة في جريمة مقتل جمو. ناجحو الجمارك يعتصمون للمطالبة بتوظيفهم. في جديد جريمة قتل الكاتب السوري محمد ضرار جمو توقيف ابنته وعديله. مزيد من التوقيفات حملتها التحقيقات في جريمة قتل المحلل السياسي السوري محمد ضرار جمو في السرفند الأسبوع الماضي. وجديد هذه التحقيقات بحسب مصادر أمنية توقيف الشرطة القضائية في الجنوب لابنته وعديله، فيما يميل سير التحقيقات إلى خلفيات أخلاقية للجريمة بعد توقيف المتهمين الرئيسيين بتنفيذ الجريمة، زوجة جمو سهام يونس وشقيقها بديع يونس وابن شقيقتها علي يونس. وعلم تلفزيون المستقبل أن النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي سميح الحاج يتريث في إعطاء التوجيهات بتمثيل الجريمة لحين انتهاء التحقيقات التي طلب المزيد من التوسع فيها، خاصة بعد توقيف المزيد من المشتبه بهم ولا سيما ابنة جمو التي يبدو وفق المعلومات أنها محور القضية والتي كانت متوارية عن الأنظار منذ توقيف والدتها. وعلم في الإطار نفسه أن 5 شبان من أبناء المنطقة كانوا أوقفوا قبل أيام للاشتباه بعلاقتهم بالمتهم علي يونس، أحيلوا إلى مكتب المخدرات بعدما تبين أنهم متعاطين.